اهلا بيكم. هنحضر في فيديو النهارده دونات خفيف جدا ومحشي من جوه بطريقه بسيطه جدا ومختلفه، بحشوه نوتيلا كده بتبوظ وشكلها وطعمها يجننوا. انا بسمه الفيومي، لو اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا علامه الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش لايك وشير للوصفه لو عجبتكم. ويلا بينا نبدا وصفتنا. هنحتاج مع بعض 2 كوبايه من الدقيق، هنحتاج كمان نص كوبايه من اللبن الدافي، معلقه كبيره من الزيت، بيضايه، معلقه كبيره من السكر، رشه من الملح، معلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقه كبيره من لبن البودره. وممكن تستغنوا عن لبن البودره لو مش متوفر عندكم، بس هو بيخلي طعم الدوناتسات بتاعتي احلى بكتير. اول خطوه انا بحب اعمل اختبار للخميره بتاعتي، بحط السكر مع الخميره في اللبن الدافي وبقلبهم شويه واسيبهم كده على جنب لحد ما يبتدوا يعملوا فقاقيع كده من فوق. في طبق تاني حطيت الدقيق، لبن البودره، رشه الملح، هقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هضيف البيضه وهقلب بقى كويس جدا. هضيف كمان مكون انا نسيت احطه في المكونات، هنضيف معلقه صغيره من الفانيليا، لو ما عندكيش فانيليا ثاني هنضيف باكت من الفانيليا البودر العاديه او نص معلقه صغيره من اي فانيليا. هنقلب بقى كويس جدا، وبعدين هبدا اضيف الخميره بتاعتي. بصوا الخميره عملت فقاعات كده على الوش، يبقى انا كده تمام الخميره بتاعتي شغاله. هنزل بقى بالخميره كلها، احب اعمل اختبار ده على طول للخميره عشان اتاكد ان الخميره بتاعتي تمام وشغاله، عشان ما استخدمهاش وفي الاخر اوصل للاخر ان بعجينه مش مظبوطه فتبقى الخميره هي السبب. هبدا بقى اعجن، ولو حبيت اضيف اي سوائل تانيه للعجينه بتاعتي هضيف يا اما لبن دافي يا اما ميه دافيه. بصوا العجينه كده قوامها مثالي جدا، عجناها براحتنا لحد ما بقت بصوا بتلزق حاجه بسيطه جدا. هحطها بقى في الطبق بتاعي وهغطيها كويس جدا واسيبها في مكان دافي تخمر على الاقل ساعه، من ساعه لساعه ونص، لحد ما حجم العجينه بتاعتي يتضاعف. دي العجينه بتاعتي بصوا حجمها بقى الضعف تقريبا ومليانه هواء جدا. هبدا بقى الم العجينه بتاعتي واشيلها من الطبق. بصوا في خطوه مهمه، انكم تدهنوا الطبق اللي انتوا حاطين فيه العجينه، دهنه بسيطه من الزيت. انا ما عملتش كده المره دي، فبصوا العجينه لزقت مني ازاي. اعملوا كده على طول، انا بعمل كده تقريبا في كل العجائن مهما كان نوع العجينه اللي انا بعملها، حلو حادق، بدهن الطبق اللي انا بسيبه يتخمر فيه دهنه خفيفه من الزيت عشان تطلع معايا بسهوله. بصوا اصلا العجينه بتلزق ازاي، وده هدف لان انا هفرد على دقيق، فمش عايزه نسبه الدقيق فيها تبقى عاليه، فانا كده كده اوريدي هي هتشرب دقيق من الفرد، فانا عشان كده بخلي العجينه بتاعتي اي عجينه هفردها على دقيق بسيبها ملزقه كده سيكه صغننه. يعني هفرد بقى العجينه بتاعتي بسمك متوسط، يعني مش عايزاها رفيعه قوي وفي نفس الوقت مش عايزاها تخينه جدا، يعني السمك ده مثالي جدا. وهبدا اقطع باي حاجه على شكل دايره، لو عندكم القطاعات بتاعه الدونات خير وبركه، ما عندكوش كده زي حالتي قطعوا باي حاجه على شكل دايره ان شاء الله طبق، وبرده من النص باي حاجه على شكل دايره صغننه، واقطعوا الوحدات الدونات من النص بس كده تمام. هنبدا بقى نحشيها بالحشوه بتاعتنا. انا حطيت النوتيلا بتاعتي في كيس الحلواني وهبدا احط في على مش على الحروف، يعني بصوا بالظبط زي ما انا عامله كده في النص عشان اقدر اقفلها كويس. مش عايزين تحشوا نوتيلا، احشوا اي حشوه، احشوا كاسترد، احشوا كريم كريمه الشوكولاته الاقتصاديه اللي عملناها مع الكيك بتاعنا برده حلوه جدا، هسيب لكم طريقتها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هحط وحدات كده من الميه، بصوا يا دوبك ببل بس الاطراف عشان تقفل معايا كويس، وهبدا اقفل العجينه كويس جدا. الخطوه دي مهمه، لازم تقفلي كويس وتتاكدي ان العجينه اتقفلت كويس عشان الدوناتس ما تطلع، عشان النوتيلا ما تطلعش مني في التحمير وهتتحرق وهتبوظ الزيت وهيبقى شكلها يعني بشع. فاضغطوا كويس جدا وتاكدوا انها اتقفلت كويس جدا جدا. يعني بصوا انا كل شويه ببل ايدي واتاكد انها اتقفلت كويس جدا، حتى لو في وحدات من الحتات من النوتيلا طلعت بره مش مشكله، بس المهم ان انا اتاكد ان العجينه بتاعتي اتقفلت كويس. بس بالشكل ده انا هبدا ارصها على وحدات كده من ورق الزبده المتقطع مربعات صغيره، بس لمجرد ان انا اسيبها جنبي لحد ما اشتغل، انا مش هخمرها تاني، انا بس عايزه يعني ابقى حطها في حته اقدر اشيلها تاني بمنتهى السهوله لما اجي احمرها. بصوا بقفل كويس جدا بالطريقه دي، يعني انا وريتكم طريقه القفل اهو مرتين، لازم تبقى مقفوله كويس جدا،
بالشكل الاسطواني ده، وبرده هحطها على ورقه من الزبده برده متقطعه مكعبات، يعني ده بالظبط كده دي الكميه بتاعتي. وهبدا احمر على طول، ما تحاوليش تسيبيها تخمر. التخمير يعني انا سبت اول كام واحده اللي سبتهم خدوا وقت شويه قبل ما خلصت الباقي، لما جيت احمرهم فتحوا مني، فخليه بلاش. لو احنا حركه التخمير الزياده ده هيخليها تفتح منك في الزيت بس. بعدين نزلت بيها في زيت سخن، يعني مش سخن قوي، بمجرد ما بحطها انا بوطي حراره زيتي، بسيب الزيت سخن، واول ما احط الدونات سايد بتاعتي بوطي الحراره، مش بنسيبها تحمر جامد قوي، وكل بقى شغلنا بعد كده هيبقى على حراره متوسطه، لا واطيه قوي ولا عاليه جدا. بمجرد ما تطلع من النار هيبقى مجهزه جنبي سكر خشن، يعني مش مطحون ومش خشن قوي، اللي هو الوسط شويه عشان يمسك على وحدات الدوناتس بتاعتي، وهغرقها كده في السكر وبس. ودي اسهل ما يكون، يعني بسيطه جدا، مش محتاجه بقى لتزيينات تزيين الدوناتس، ان في ناس كتير بتشوفه معقد احيانا، لا هي جاهزه زي ما هي كده تتاكل برشه من السكر. ممكن تضيفوا للسكر ده كمان نص معلقه صغيره من القرفه، بيدي طعم حلو جدا. ولو مش حابين كمان انتوا ممكن تزينوها من بره زي ما حطينا محشيناها من جوه بالشوكولاته، ممكن ترشوا عليها من فوق شوكولاته، تزينوها تزيين الدوناتس العادي. بصوا النوتيلا بتبوظ كده من جوه، يعني باظت خالص، يعني هي فظيعه جدا وحلوه. عايزه اقول لكم تتاكل سخنه، يعني اول ما تطلع كده بمجرد ما نحطها في السكر تتاكل دافيه، هتبقى حلوه جدا. بصوا انا عايزه اوريكم العجينه، انا في بقيه العجينه بتاعتي عملتها على كوره كده وحشيتها من جوه، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها فظيع وهشه جدا، والعجينه خفيفه جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا الجديده، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.